مشاهدينا تابعنا وإياكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة محيط واحد، هذه القمة التي تعقد في فرنسا في مدينة بريست بدعوة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العديد من الرسائل التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوضيحها في هذه الكلمة. لأتعرف أكثر عن هذه الرسائل تنضم إلينا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. أستاذة هند برحب بك. يعني طبعا العديد من الرسائل التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيضاحها في هذه الكلمة، منها جهود مصر على الصعيد المحلي في ملف البيئة وأيضا على الصعيد الدولي. دعينا نبدأ أستاذة هند بالجهود المصرية المحلية في هذا الأمر، تفضلي أستاذة هند. بعد التحية لحضرتك وللمشاهدين، مصر يعني من أهم سياساتها الخارجية والتي وضعتها منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الحفاظ على البيئة واحترام كل مظاهر الحياة من أجل الحفاظ على بيئة أكثر أمانا، وزاد ذلك طبعا جائحة كورونا وما ترتب على تلوث البيئة على مستوى العالم وتغيرات المناخ. وبالتالي مصر بذلت جهود كبيرة في الداخل، منها على سبيل المثال الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، تنقية الترع وإعادة تأهيلها للحفاظ على المياه، بالإضافة أيضا إلى أن مصر أعطت نموذج جيد في التعاون مع الدول المتشاطئة على البحار والمحيطات وتقاسم الخيرات، وأيضا تكافؤ وتضامن الجهود من أجل الحفاظ على المياه سواء كانت في البحار والمحيطات. كل هذه الجهود التي بذلتها مصر جعلت المجتمع الدولي يضع ثقته في مصر لتكون هي الدولة المستضيفة لقمة المناخ القادم. وبالمناسبة هذا لم يحدث مع أي دول من الدول الشرق أوسطية، هذا الأمر جديد، ولكن كانت الدول الكبرى تثق في مصر وفي جهودها من أجل حماية البيئة، ويعني بذل كل الجهود مع الدول الأخرى من أجل الحفاظ على توازن البيئة وإثارة أو يعني إزالة كل المؤثرات الغير يعني طبيعية من الحياة. منها على سبيل المثال يعني المثال أن مصر اعتمدت على فكرة تغيير الاعتماد على الطاقة من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، ووجدنا أن مصر تعتمد اعتماد كبير على يعني أن يكون هناك طاقة هيدروجينية أو الهيدروجينية الخضراء من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، ومن أجل حتى أن يستفيد الإنسان أو المواطن المصري استفادة أكثر مما هو كان معتاد. ورغم أن مصر يعني لديها احتياطات هائلة من الغاز في شرق المتوسط، إلا أنها أعطت بدائل أكثر احتراما وحفاظا على البيئة. وبالتالي أعتقد أن مصر يعني من الدول التي الآن يعني تعطي المناخ قمة وأهمية أولوية، لأنه يعني ملف لا يمكن أن يعني نتراجع عنه زيه زي الملف الأمني والملف السياسي والملف الاقتصادي. وبالتالي نعتقد أن المرحلة القادمة سيكون هناك جهود أكبر من الدول الكبرى في فكرة الاعتماد على مصر كرمانة ميزان وكعضو فاعل في المنظومة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على البيئة وتدشين المشروعات التي تحترم حقوق البيئة. نعم، أيضا أستاذ هند، يعني كان لمصر السبق في موضوع تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من أثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أيضا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية. كل هذه الجهود المحلية التي حدت مصر حذوها لتكون يعني في مجملها صديقة للبيئة، تحدث طبعا على السياسات. أستاذة هند، هناك إشكالية دائمة ما بين الملف الاقتصادي والاستثماري من جانب والملف البيئي من جانب. كيف ترين رؤية مصر لرأب الصدع ويعني محاولة تقريب ما بين وجهات النظر الاقتصادية والاستثمارية من جانب والبيئية من جانب آخر؟ يعني خلينا نتفق ان الدول الصناعية الكبرى هي التي تتحمل المسؤولية الكبيرة في فكرة تغيير يعني البيئة للأسوأ واستنزاف الطبيعة بشكل يدفع ثمنه العالم كله. الدول الإفريقية والشرق أوسطية هي الأقل إضرارا بالبيئة، لأننا لا نعتمد على التصنيع الثقيل في منطقة الشرق الأوسط ولا حتى الصناعات التي تعتمد على الوقود المؤثر بشكل سلبي على البيئة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حين تم تدشين الاستراتيجية المصرية الجديدة على كافة المناحي، وبالطبع المنح الاقتصادي هو المنح الأهم
في أي دولة تريد أن تكون في معدلات متقدمة على مستوى العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن يفكر في إعادة تشغيل المصانع المصرية وطرح استراتيجية جديدة للاستثمار وجذب الاستثمار الخارجي وربط الاستثمار المصري بالاستثمار الأفريقي وأيضا توطين الصناعات الكبرى للدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وضع استراتيجية بالتوازي مع ذلك عن استخدام الطاقة النظيفة وأن تكون هذه الصناعات يعني أكثر تطورا مما كان عليه الوضع منذ الثورة الصناعية في أوروبا، بحيث أن تكون هذه المصانع الجديدة التي ننتظر إنشائها وتم تدشين بعض منها في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع في مصر كانت تعتمد اعتماد كامل على الطاقة النظيفة والتي لا تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وأعطى بذلك نموذجا للدول الكبرى أننا يمكن أن نتغير ونتحرك نحو أن نحقق تنمية اقتصادية واستثمارية كبيرة هو في نفس الوقت لن نضر بالبيئة، لأن على سبيل المثال جائحة مثل جائحة كورونا هي نتيجة لزيادة التلوث في الطبيعة طبيعة الكوكب بشكل عام، ولكن جاءت وأكلت كل الفوائد الاقتصادية اللي حققتها دول العالم خلال 5 أو 6 سنوات سابقة. ومن ثم إذا لم نعتمد على استراتيجية طاقة نظيفة في الاستثمار والتصنيع القادم، لا أعتقد أنه سيكون هناك أصلا فوائد اقتصادية لأي دولة، بل بالعكس ستكون هناك دول كشرق دول الشرق الأوسط ودول كدول أفريقيا لم تساهم في تلوث البيئة ستدفع الثمن مع الدول التي أدت إلى ذلك. نعم هي دول يعني نعم كما تقولين دكتور هند مصداقا لقولك، يعني الدول النامية هي التي تدفع الفاتورة كاملة عن التلوث التي أحدثته الدول الصناعية الكبرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتورة هند تحدث عن تأثير التغير المناخي بشكل سلبي على تدهور الحياة البحرية، طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري كان لها الكلمة الأبرز رقم واحد، رقم اثنين تحدث عن ارتفاع مستوى المحيطات والبحار. في المقابل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود دولية لا ترقى إلى المستوى المأمول. السؤال هنا، ما الذي يدفع الدول الصناعية الكبرى أن تحرك ساكنا في هذا الأمر؟ أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على أكثر من محور. المحور الأول هو أن المنظمات الدولية الكبيرة كمنظمة الأمم المتحدة وما يتبعها من منظمات وأيضا مجلس الأمن كلهم دور تجاه هذه الدول، وفكرة سيطرة الدول الكبرى على هذه المنظمات أعتقد أن هذا ما يعرقل دائما فكرة أن يكون لها دور. وبالتالي أنا أعتقد أن على الدول النامية التي تدفع فاتورة هذه التغيرات البيئية أن يكون هناك منظمات جديدة يمكن أن يتم التعويل عليها شعبيا واجتماعيا وسياسيا في أن تحرك هذه الدول من أجل أن تتحمل مسؤولياتها، لأن في النهاية كما ذكرت يعني حتى لو كانت هذه الدول تصنع الصناعات الكبيرة وتؤثر على المناخ، نحن من نستغل هذه السلع ونحن من نشتري هذه السلع، وبالتالي أعتقد أن توطين الصناعات مهم في الدول النامية حتى نعطي نموذج يعني يمكن أن تحتذي به الدول الكبرى، أننا نستطيع التصنيع وفي نفس الوقت لا نخالف مبادئنا ولا حتى يعني أي قانون دولي في فكرة الحفاظ على البيئة وحماية البيئة. بالإضافة إلى نقطة أن مصر يعني من الدول النادرة في العالم التي تحترم جدا القوانين المنظمة للعمل على البحار والمحيطات، مصر منضمة لقانون أعالي البحار وبالتالي هي حتى تعطي دائما باحترامها والتزامها لهذه القوانين في التشارك مع الدول الأخرى نموذج كبير في أننا يمكن أن ننظر إلى هذه المسائل والملفات في نظرة اشتراكية أو يعني مشاركة أكثر تضامنا وأكثر اتساعا. فكرة أن العالم أو الدول الكبرى الآن لا تحترم فكرة التغيرات المناخية ولا تدرك مسؤوليتها، هذا الأمر لن يتوقف عند جائحة كورونا أو حتى عند إذابة الجليد. هناك تخوف يعني أن دول كبرى أو مدن كبرى ساحلية يمكن أن تختفي من التغيرات المناخية، لن تكون هذه الدول الكبرى في منأى عن هذه النتائج، بل يعني ستدفع الثمن كبير. ولذلك أنا أعتقد أن المعادلة التي تحاول مصر يعني توطينها في الدول النامية كشرق أوسط وكأفريقيا هي أن يكون لنا نماذج واكتفاء ذاتي من كل شيء حتى نجبر هذه الدول على احترام البيئة والحفاظ على البيئة، وحتى نكون لدينا ما نحتاجه في الأزمات، لأن الأزمات أصبحت في العالم متتالية، ليست أصبحت يعني لم تكن الآن الصراعات فقط هي المشكلة التي تواجه العالم، ولكن التغيرات المناخية، الجوائح، كثير من الأمور، حتى فكرة التصارع على الجزر في العالم كله، وشاهدنا ما يحدث
يحدث في تايوان وما يحدث في كثير من الدول، وبالتالي لا. اعتقد ان تكون لديك مجتمعات متكامله لا تعتمد على الدول الكبرى في اي شيء هو النموذج الاكثر فاعليه في المرحله القادمه، حتى لا نتاثر بشكل كبير مما يحدث في العالم، وهذا ما تسعى مصر الى تفعيله في مصر وفي دول افريقيا. نعم. الاستاذه هند ضاوي الكاتبه الصحفيه، انا اشكرك شكرا جزيلا.